تنور يا شهريار زمانك. فريد انا مخنوق ومش حمل غلاستك ولا سخافتك، كفايه ان انا قاعد في العك ده. خد لك نفس من هنا وانت تطير. مخنوق ده عايز اتكلم مع حد ولا حد يتكلم معايا؟ افتح الشباك يا فواز وطل منه، وخد لك نفس وانت تبقى في الحلاوه. بس انت بصراحه ما تفهمش في الحريم، انا بس اللي افهم في الحريم. لا يفل الحديد الا الحديد. شيطان؟ انا لا شيطان ولا ملاك، انا بني ادم ضربوه في الخلاط وفي الاخر زبادي خلاط، حتى المشروب بتاعه ريزل زيه. حلو يا فواز. بقول لك ايه؟ ايه؟ تتجوزيني؟ لا ماليش في العرف يا عنيا. عرفي؟ حد جاب سيرة العرفي؟ العرفي ده كان زمان، ايام وراحت عليها. ياه انا بتكلم بالجديد منه، الشرعي منه، على سنة الله ورسوله. اوريكي. الو يا زكي، انت بتقول ايه يا زكي؟ فواز عمل كده وخلاني اخد له المأذون لحد هناك وكتب عليها فعلا؟ وقال لي اقول لكم محدش يروح العوامه اليومين دول علشان هو دخل عليها هناك. رقصه رقصه يا فواز. عادي يعني، ما جراش حاجه لكل ده، بتحصل في احسن العائلات. مش عارف ايه اللي حصل ده، انا اول مره تحصل لي. كل الرجاله بتقول كده لما بيتحطوا في الموقف ده. تحترمي نفسك يا بنت انتي، في ايه؟ انت مش واعي لنفسك، مش عارف انا مين. كل ما هنالك انت في فكر في بالي جامد قوي، اكيد شتتني او اتلخبطت في العلب. هما برضو كلهم بيقولوا نفس الكلام لما بيتحطوا في الموقف ده. لمي نفسك يا بنت احسن لك. بقول لك ايه، انت شكلك كده تعبان ومفرهد وعرقان، ريح جسمك شويه وخليك في حالك وسيبني انا في حالي بالنيله اللي انا فيها. بركاتك يا ابو سميحه، بركاتك. مين ابو سميحه ده؟ زميل في الكفاح. خد بالك على نفسك لا تستنى.